السلام عليكم، معكم الشاف صلاح الباتني. اليوم راح نعطيكم لكم المائدة اللي درتها الرمضانية تاع نهار اليوم. عندي هنا كما راكم تشوفوا درت شربة فريك، عندي أيضا طاجين الحلو، عندي الحميس، عندي هنا رولي بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا، عفوا محشي، وعندي أيضا هنا كفتة اللي درتها لكم من قبل فيديو كفتة تاع الدجاج، عندي أيضا لي كوكا، ايضا الكسره تاع الخميره. هذه هي المائده، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. وصفات هذو ان شاء الله راح نحطهم لكم في القناه عن قريب. هذه هي، نتمنى تكون نالت اعجابكم المائده تاع نهار اليوم. نقول لكم صحه رمضانكم، صحه فطوركم، نتلاقاو في عدد اخر. سلام.